نبلش يلا اكشن اوكي كاش كاش اخبط كاش مع النبهان بيوديكم من مكان الى مكان كاش كاش اخبط كاش مع النبهان بيوديكم من مكان الى مكان طول رمضان كل اللغات من مدينه لمدينه بعد الفطور طول رمضان تابعونا وشاهدونا على الراي يلا يا النبهان فوزوا ترى الكل يستاهل حاضر والجوائز كاش والغلطان ام ربحان ربحان كاش كاش اخفض كاش مع النبهان بيوديكم من مكان لمكان عاوز بالجنيه اكسب كاش يو وانت بالباوند جيت يور كاش تبي بالدينا اخفض كاش كاش مع النبهان رحب فيكم مشاهدينا الكرام وحلقة من حلقات برنامجكم برنامج المسابقات كاش مع النبهان كل يوم احنا معاكم في شهر رمضان المبارك وكل يوم لنا مكان نصور فيه وكل يوم عندنا اسئله نحاول ان احنا نفيد فيها المشاهد ونربح معاكم المشتركين اللي راح يكونون معنا اليوم حلقتنا من ارض المعارض من مشرف ومعرض العطور وارض المعارض طبعا من المعالم المهمه في الكويت تاسس تقريبا سنه 1971 يضم اكثر من 6 قاعات ودائما رواده من الكويت ومن برا الكويت نروح معاكم وجوله في ارض المعارض واسئله واجوبه وكاش مع النبهان من ارض المعارض. احنا معاكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا كاش مع النبهان ومستمرين معاكم في معرض العطور في ارض المعارض في مشرف ومعنا احدى الخوات وراح نسالها الحين. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. العام وانت بخير. وانت بخير وصحه وسلامه. احنا في كاش مع النبهان عندنا تشوفي 100 دينار بس كيلو. هذه 100 دينار. اوكي. حلو ولا لا؟ انا اعطي تليفونك هني. اوكي. هذه 100 دينار. اوكي. حلو وعندنا بطاقات فيهم اسئله. حلو عندنا 4 أسئلة كل سؤال ما تجاوبينا راح نسحب منك 20 دينار. أوكي. آخر سؤال ما في اختيارات ب40 دينار. أوكي. حلو شو معلوماتك؟ يعني نص ونص. حلو شنو دراستك شنو شغلك؟ أنا هندسة. هندسة يعني مهندسة إن شاء الله. يلا يا باش مهندسة الحين بنسحب يلا اختاري قولي يا أبي هذا هذا أول واحد. أول واحد أول واحد بسم الله هذا أول واحد ومثل ما قلنا ال 100 دينار موجوده. أوكي. وجوائزنا طبعا مقدمه من سبونسراتنا سراي للعطور كل الشكر لهم سفريات الركن اليماني كل الشكر لهم والتسيم ومطعم ايطالي وسكاي لطب الاسنان غير ال 100 ممكن تفوزين بجائزه من الجوائز اللي ذكرناها وهم نعطيك عطر هديه من سراي. يلا اسئلتنا تقول اول سؤال ب 20 دينار وفي 3 اختيارات. السؤال يقول ما هي مدينه الذهب؟ يلا برلين ولا باريس ولا جوهانسبيرغ مدينه يسمونها مدينه الذهب انت وين رايحه فيهم هذين الثلاث ولا واحده لا ولا واحده رايحه يلا شيل راح اختار اللي ما اعرفها شنو يعني هذه شنو قلت جوهانسبيرغ اي هذه يمكن ما ادري اكيد ما ادري بس لان تشيره رسمي اي تشيره رسمي مبروك عليك التشيره الحلوه جوهانسبيرغ هي في جنوب افريقيا اوكي حلو يسمونها مدينه الذهب حلو من هو شاعر الفلاسفة من هو شاعر الفلاسفة؟ أوكي. هل هو قيس ابن الملوح ولا امرؤ القيس ولا ابو العلاء المعري؟ هم 3 قيس ابن الملوح ولا امرؤ القيس ولا ابو العلاء المعري؟ انا اللي اعرفه افلاطون بس افلاطون اللي اعرفه افلاطون كل واحد من هذول الثلاثة من هذول الثلاثة قولهم مرة ثانية اوكي قيس ابن الملوح اوكي ولا امرؤ القيس ولا ابو العلاء المعري؟ ابو العلاء المعري ابو العلاء المعري اكيد ما ادري انا كله قاعد اخر واحده قاعد اختار يلا صح ابو العلاء المعري وطبعا هو يسمونه شاعر الفلاسفه اوكي من هو تحبين رياضه؟ حلو شو تشجعين بالكويت؟ قادسيه طبعا قدساويه حلو برا تتابعين؟ ها؟ تتابعين برا برشلونه بس برشلونه برشلونيه حلو سؤالنا رياضي هالمره يقول من هو أكثر فريق وصل إلى المباراة النهائية في كأس العالم أكثر فريق وصل حق المباراة النهائية في كأس العالم المفروض يكون سؤال سهل ألمانيا إيطاليا البرازيل إيطاليا 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 أي حلو غلط أعطيني 20 ألمانيا أوكي أكثر فريق وصل للمباراة النهائية منو أكثر فريق فاز؟ البرازيل أوكي بس ألمانيا أكثر فريق هذه 20 دينار راحت عليك الحين بيجي كم؟
80. اوكي. السؤال الاخير بكم؟ 40. حلو. اذا فزتي بالسؤال الاخير عليك بالعافيه 80 كاش. اوكي. خسرتي راح ناخذ منك 40. أوكي. اوكي. السؤال يقول ما في اختيارات. اين اجريت اول عمليه زراعه قلب بشري في العالم؟ في دوله. وين هالدوله؟ ها. يلا المدرسه تغششك. يلا. وين؟ المدرسة تقول جنوب أفريقيا بس ما أدري. جنوب أفريقيا. ها وين قالت لك؟ ما أدري والله صدق ولا لا. ها جنوب أفريقيا. والله صح يا بنت ليش ثمانين دينار. مبروك مبروك. استاهل والله يبارك فيك. أول عملية زراعة قلب بشري في العالم كانت في جنوب أفريقيا. عليك بالعافية. الله يعافيك. 80 دينار تستاهلين. وأعطوني العطر. العطر هدية من سراي. طبعا هذه هدية من سراي. تسلم. انت شريتي من معرض العطور. اي حلو. لازم بعد تمرين سراي تجربينهم ان شاء الله. وعندنا هالجوائز. انزين هالجوائز هم تختارين جائزة وتربحين كذي ويانا. تفضلي الحين واحدة حقك واحدة حق المدرسة لازم. ايه انزين جوائزنا هذه الجائزة من التسيم ومطعم ايطالي. دعوه لشخصين تروحين انت والمدرسه. عليكم بالعافيه. مبروك الكل ربحان مع النبهان. نطلع فاصل ونرد مع النبهان. نطلع فاصل ونرد مع النبهان. عدنا بعد الفاصل مع النبهان. عدنا بعد الفاصل مع النبهان. اهلا معكم مشاهدينا الكرام في معرض العطور وبرنامجنا كاش مع النبهان ومعنا هالعائله اللي بنسالهم الحين. وان شاء الله يفوزون معنا. كل عام وانتم بخير. انتم بخير. هذه الكاش 100 دينار قد بيهم. هذه 100 دينار حلو. وراح تختارون من هالبطاقات بطاقه فيهم اربع اسئله. كل سؤال ما تجاوبونه اول ثلاث اسئله ب 20 راح نسحب منكم 20. وفي اختيارات. اخر سؤال ب 40 دينار ما في اختيارات. هم اذا ما فزتوا هم عندنا جوائز. طبعا جوائزنا مقدمه من سراي العطور كل الشكر لهم، ومن سكاي لطب الاسنان، ومن سفريات الركن اليماني، ومن التسيمو مطعم ايطالي وكنافه وعجينه ايضا. يلا نختار. امور الوسط. يلا ايوه هني بس. السؤال الاول يقول هذا اذا ما حليتوه راح نسحب منكم شيم 20 دينار. اذا فزتوا فيه راح تاخذون ال 20. عليكم بالعافيه. الله يعافيك. السؤال يقول ما هو الحيوان الذي يضرب به المثل في الخيانه؟ ثعلب. خليني اقول لك الاختيارات. النمر ولا الثعلب ولا الذيب؟ ها ثعلب اكيد. لا هو الذيب. اعطيني 20. استحيلتي. انزين السؤال الثاني يقول ما هي اول دوله خليجيه ظهر فيها البترول؟ لا حلو. البحرين ولا الكويت ولا السعوديه؟ البحرين. ها صح ولا لا؟ ها ثلاثينات صح بالثلاثين. لا بس في دوله قبلها. ها ثبت. بحرين. عليها بالعافيه. خليها هي زينه ترى. هذه 20 دينار هذه ربحتوها. السؤال الثالث هم من 20 دينار. ما هو الحيوان الذي يلقب ابو جعده؟ الثعلب ولا الذيب ولا الكنغر؟ ما هو الحيوان الذي يلقب ابو جعده؟ الثعلب ولا الذيب ولا الكنغر؟ الذيب مكان. ها ها ذيب. الذيب وصح. هذه ثاني 20 دينار. عليكم بالعافيه. الحين الحين كذي 40 دينار. السؤال الاخير بكم؟ 40 دينار. بس ما في اختيارات. حلو لكم بالرياضه؟ اي بالرياضه. مو وايد. ها رياضيه الحقيقه. حلو. قتساويه ولا عرباويه؟ عرباويه. عرباويه. انزين سؤالنا يقول وين انطلقت وبدت رياضة الاسكواش؟ وين؟ عبد الهادي البحراني هو اللي يلعب. لا بالعالم اول ما بلشت رياضة الاسكواش وين؟ 40 دينار كاش. يصير عندكم كم؟ خذيتوا انتوا 40؟ 40 يصيرون 80. ها؟ لا مو بالخليج بالعالم. يلا نعد لكم الحين. واحد اثنين ثلاثة. ها في إيطاليا في فرنسا في ألمانيا. ها إيطاليا. خلاص إيطاليا. إيطاليا ولا أمريكا؟ يلا آخر شيء. آخر شيء
ايطاليا ولا امريكا؟ يعني خلاص اقول لك ايطاليا. بس راحت الأربعين مو ايطاليا. هي بريطانيا. اعطيناكم وش وايد بريطانيا كلش عندهم اي ما رحت والله كلش لفيتي. حلو عندنا جوائز ايضا الحين انتوا ربحتوا. اعطيني الأربعين اول شيء. ايوه الأربعين هذه الحين كم ربحتوا انتوا؟ 40 دينار. ايضا عندنا جوائز راح تختارون من هالجوائز جائزه. من هالجوائز راح تختارون جائزه. جوائزنا مقدمين من سراي العطور كل الشكر لهم، ومن سكاي لطب الاسنان، ومن التسيمو مطعم ايطالي، ومن سفريات الركن اليماني. يلا يلا خل نبطل. شنو ربحتوا معانا؟ مبروك عليكم التسيمو مطعم ايطالي النبهان الكل ربحون. وايضا عندنا عطورات سراي مقدمين لكم هديه، عطر من سراي عشان المعرض كذي تاخذون عطر من سراي. مبروك يعطيكم العافيه كل عام وانتم بخير. مستمرين في اجواء معرض العطور في ارض المعارض في مشرف، ومعنا الخوات. مساكم الله بالخير. هلا اخوي تفضلي. اوكي هذه 100 دينار مبدئيا نصيبك. اوكي حلو. وراح تختارين واحده من هالبطايق. جوائزنا مقدمه من التسيمو مطعم ايطالي، ومن سراي للعطور، ومن سفريات الركن اليماني، ومن سكاي لطب الاسنان. حلو اوكي اختاري بطاقه عشان نسلك. ايوه بس 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 لا تشوفين. سؤالنا يقول من هو اول طبيب في الاسلام؟ من هو اول طبيب في الاسلام؟ الاختيارات كالاتي: ابن سينا، ولا الحارث بن كلدة، ولا أبو بكر الرازي؟ الحارث. من هو أول طبيب في الإسلام؟ الحارث. شنو أول واحد منه؟ ابن سينا. لا. ولا الحارث بن كلدة، ولا أبو بكر الرازي؟ الحارث. ها؟ الحارث؟ أكيد. إيه؟ أكيد. إيه؟ تشيرة ولا تعرفين؟ لا تشيرة. تشيرة رسمي. 20 دينار عليك العافية. أول 20 دينار. أول طبيب في الإسلام الحارث ابن كلدة. السؤال الثاني يقول أول من لقب بفيلسوف العرب؟ أول من لقب بفيلسوف العرب؟ يعقوب الكندي، محمد السندي، طارق بن آدم. 20 دينار إذا ما جاوبتيهم بأخذ منك كم؟ 20. يلا ركزي. فيلسوف العرب منو؟ يلا أساميهم مرة ثانية. يعقوب الكندي، محمد السندي، طارق بن آدم. ها يعقوب. يعقوب هم تشيره بعد. مبروك 20. هذه 40 دينار. ايش تبي بعد تشير زين؟ يلا هذه 40 دينار. سؤالنا يقول اول فريق فاز في بطوله كاس العالم؟ اول فريق فاز في بطوله كاس العالم؟ فرنسا، ولا البرازيل، ولا الاورجواي؟ يلا فرنسا، ولا البرازيل، ولا الاورجواي؟ اول فريق فاز في أول بطولة لكأس العالم. لا. فرنسا. فرنسا. لا. أرجواي. برازيل. أول بطولة ولا البرازيل. أرجواي ما شيرتي عدل هالمرة. أعطيني 20. يلا الحين آخر سؤال يقول ما هو أطول جسر معلق في أوروبا؟ أطول جسر معلق في أوروبا وما في اختيارات، يعني شنو؟ ما في تشير. أوكي. 40 دينار. يلا. أطول جسر معلق في أوروبا ناخذ الأربعين. هذا هو تركيا يمكن. هو تركيا. لا. روما. لا مو روما. أعطيني الأربعين. هو جسر لشبونة. ما أعرف يعني رحتي بعيد. عموما ربحتي 40 دينار. الله يعطيك العافية. وهذه هدية من سراي عليك بالعافية. الله يعافيك. وهذه جوائزنا تنقين منها، من هالجوائز نقين الظرف اللي تبينه. تفضل. ايوه بسم الله. نبطل معاك الهديه. هديتك يا طويله العمر. تروحين تركيا؟ اي توني راده. بتروحين لها مره ثانيه؟ اي بس سفريات الركن اليماني تذكره تروحين فيها وين ما تبين. مبروك دبي او اسطنبول. اوكي مبروك. يعطيك العافيه. كل عام وانت بخير. يعطيك العافيه. نطلع فاصل ونرد مع النبهان. نطلع فاصل ونرد مع النبهان.
عدنا بعد الفاصل مع النبان، عدنا بعد الفاصل مع النبان. وانت بخير؟ الله يعافيك يا رب. من لبنان. من لبنان، حيا الله هاللبنان. شلون الاجواء الرمضانيه في لبنان؟ ما شاء الله الحمد لله. حلو الجو، احسن من الكويت؟ يعني الجو ممكن احسن من الكويت، بس الاجواء الرمضانيه بالكويت افضل. افضل، حلو. شنو اشهر اكله عندكم هناك؟ عندنا تشريبه، القيمات، اسوالف. عندكم في لبنان اكلات خاصه في رمضان ولا لا؟ اكلات خاصه، كل الاكلات يعني خاصه عندنا برمضان. حلو. يعني الشاورما الفريك. هذه حق رمضان بس؟ لا يعني كل الايام، بس اكثر شيء برمضان كثير. يعني هذه بنتك؟ ها ايه هذه بنتي ما شاء الله. جربتي شو الفرق بين رمضان الكويت ورمضان لبنان؟ من احسن طبعا الكويت. بالعاده بلبنان بنفطر 8:30 بالليل. اوكي متاخر هلا. والحلو بلبنان انه وقت السحور بيجي واحد بينادي على السحور وهيك. هون ما في، بس لانه نحن مواليد الكويت وعايشين طول عمرنا بالكويت، فانا بفضل الكويت. والنعم فيك، حياكم الله. عندنا جائزتنا هذه 100 دينار، وعندنا جوائز عينيه مقدمه من سراي للعطور ومن سكاي لطب الاسنان ومن سفريات ركن اليماني ومن التسيم ومطعم ايطالي. حلو؟ اوكي. هذه 100 دينار تفضلي. شكرا. اوكي. وعندنا هالبطاقات هذه. اوكي تختارين اسئله، 4 اسئله، كل سؤال ما تجاوبينه نسحب منك 20 دينار، السؤال الاخير ب 40 دينار. يلا تختارين. اوكي. هذه الاسئله، شلونكم بالكره، زينين ولا مو زينين؟ لا والله بصراحه لا. تشجعون بالكويت؟ يعني بالكويت كنت لا نادي العربي. نادي العربي. وانت؟ ها؟ قدساوية. حلو، يعني قدساوية وعرباوية. أول سؤال يقول كم مرة حصل القادسية على الدوري الكويتي لكرة القدم؟ كم مرة حصل القادسية على الدوري الكويتي لكرة القدم؟ 15 مرة ولا 16 مرة ولا 17 مرة؟ 15. ها؟ 15؟ 16. وإجابة واحدة. لا 15. حتى لو صح راح أقول غلط. ها؟ 15. 15. القادسية أخذ الدوري 17 مرة، العربي 16. أوكي نسحب منك 20. هذه 20. هيك ما اتفقناش. عندك 80 دينار. زين. سؤالنا الثاني يقول بأي ولاية أمريكية توجد أكبر وادي؟ يوجد أكبر وادي في أي ولاية أمريكية؟ أريزونا ولا أوكلاهوما ولا واشنطن؟ أكبر. لا أريزونا. أريزونا. ها أكيد. يلا 20 دينار مبروك، وهي أريزونا أكيد. سؤال سهل هذا لازم تعرفونه، ما هي عملة بريطانيا؟ اليورو ولا الدولار ولا الجنيه؟ جنيه. أكيد أكيد. حلو، هذه 20 دينار ثانية. آخر سؤال ب40 دينار. أوكي. إذا جاوبتوا تكونوا ربحانين كذي كم؟ 80. إذا خسرتوا تكونون ربحانين كم؟ 40. 40. حلوي. أوكي. أين يوجد مطار سيخول؟ مطار سيخول وين؟ ما في اختيارات. سيخول. ها وين مطار سيخول؟ واحد. بكوريا. كوريا. أكيد. سيخول وليس سيول، في هولندا. مطار سيخول في هولندا. أعطيني 40، وهذه 40 من نصيبك، عليك بالعافية. وهذه هدية من سراي للعطور. وعندنا جوائز هني، تختارين أحد هالجوائز. يلا ها وينها؟ هذه الله الله الله. أوكي يلا، هذه هدية من كنافة وعجين تحلون في رمضان. مبروك. يعطيك العافية. يعطيك العافية. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام لختام الجزء الأول من الحلقة في معرض العطور في أرض المعارض في مشرف، وأجواءنا في كاش مع النبهان وأجواء المسابقات. شفتوا اللي فازوا، شفتوا اللي خسر. كملين معاكم في الجزء الثاني باكر إن شاء الله في كاش مع النبهان. كل عام وانتم بخير. مع السلامة.